مشاهدينا ومشاهدين قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا من مدينة خريبكة، بالضبط من مدار المكانة بندوز خريبكة. كما كتشوفوا مشاهدينا الساعة ديال المكانة أشهر معلمة كاينة في المدينة مازال طافية ومازال ما تصلحاتش، مازالين كنتسناو في الناس المسؤولين أنهم يديروا حل لهاد المكانة اللي كتعتبر من المعالم التاريخية لمدينة خريبكة. كما كيعرفوا الناس الساكنة ديال مدينة خريبكة نقطة الالتقاء ومركز المدينة هي هذه المكانة هذه اللي كتعرف رواج منقطع النظير. كما كتشوفوا كتعتبر الواجهة واجهة المدخل ديال المدينة. كما كتشوفوا مشاهدينا مازال طافية، مازال ما بغاش تصلح. بزاف ديال الناس، بزاف ديال رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيتسائلوا علاش هذه المكانة مازال طافية وكتعتبر هي الواجهة ديال المدينة. أي واحد داخل مدينة خريبكة ضروري كيمر من هذه المكانة هذه. الحافلات ديال النقل، أي سيارة كما كتشوفوا، سيارات طاكسيات، كلشي كيدوز من هذه المكانة هذه. وللأسف كما كتشاهدوا مشاهدينا مازال طافية، مازالين كنتسناو الناس المسؤولين أنهم يفيقوا ويديروا هذه المكانة الحجر، كما قالوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يديروا لها الحجرات ويتشاركوا الناس الساكنه ديال مدينه خريبكة يتشاركوا ويشريوا لها حجرات باش تصلح وترجع المكانه الجماليه ديالها المعتاده. كما كتشوفوا مشاهدينا مباشره معكم من مدينه خريبكة، صراحه شيء يخزي اننا نشوفوا المعلمه اللي كتعتبر من المعالم التاريخيه في المدينه مازال طافيه، مازال ما بغاش تشعل. هذا كبير لنا حتى ان التنميه في المدينه تنميه ناعسه وتنميه واقفه في هذه المدينه هذه. لا فرص تشغيل لفائده الشباب، لا بنيه تحتيه. صراحه كنتاسفوا على حال مدينه خريبكة والمكانه، فهي فقط واحد المعلمه اللي كتعتبر من المعالم التاريخيه في المدينه. كما كتشوفوا مشاهدينا بغيتكم كاملين تبارطاجيو، بغينا الرساله ديال الناس ديال مدينه خريبكة، بغينا الرساله ديال المكانه انها تشعل وترجع الجماليه ديالها. وكما كنعرفوا وكما كتعرف ساكنه مدينه خريبكة فالجماليه ديال المكانه كتعتبر جماليه اللي كتعطي واحد الرونق جميل لمدينه خريبكة. كنعرفوا ان في العريسات مثلا في الاعراس ديالنا فكيجي العريس والعروس العروسه ديالو كيجيو للمكانه هنايا وكياخذوا صور تذكاريه. كنعرفوا ان اي واحد مثلا بغى يتلاقى مع الصديق ديالو ولا الصديقه ديالها بغات تلاقى مع الصديقه ديالها فكيجيو كتلاقاو كيتلاقاو في المكانه. كنعرفوا ايضا مشاهدين ان اي واحد داخل لمدينه خريبكة لا من جهه بني ملال، لا من جهه طريق السيار، لا من جهه الطريق الوطنيه فضروري كيمر على المكانه مشاهدينا. ضروري كنعرفوا مشاهدين ان الان مؤخرا مدينه خريبكة او هنا كنعيشوا الان العطله المدرسيه فكيجيو الزوار للمدينه، ودائما الناس فاش كيجيو للمدينه فكيبغيو يتصوروا حدا المعلمه التاريخيه، معلمه المكانه كما كتشوفوا. وللاسف مازالين كننتظروا، درنا لايفات على هذه المكانه هذه وكنا كننتظروا ان يكون واحد رد الفعل ديال الناس المسؤولين ويحاولوا ان نرجعوا هذه المكانه للدوران الحياه ديالها المعتاده. ولكن للاسف كما كتشوفوا مشاهدينا دار لقمان مازال على الحال ديالها. ما عرفتش انا كما قلت لكم مشاهدينا انا ما عرفتش بالضبط هاد الناس ديال المسؤولين ديال مدينه خريبكة علاش بالضبط، هذا السؤال كيحير، علاش بالضبط المكانه ماشي، علاش بالضبط هاد المعلمه التاريخيه اللي كتعتبر من المعالم الاساسيه في مدينه خريبكة ماشي علاش. هذا تساؤل كيحيرنا وكيحير جميع الساكنه واغلبيه ديال الساكنه ديال مدينه خريبكة. فكيقولوا ان المكانه طافيه فكتعكس الصوره الحقيقيه ديال المدينه اللي كتعرف واحد الركود وواحد الخمول لا على المستوى التنموي وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي. فكما كتعرفوا مشاهدينا ف
مدينة خريبكة فهي كتعتبر من أهم المدن العالمية، لأن مدينة خريبكة كتعتبر عاصمة ديال الفوسفات. دونك عاصمة الفوسفات خاصة تكون بواحد الجمالية، بواحد الرونق اللي غادي نجي وغادي نسوقوا المدينة ديالنا. خاصنا نسوقوها بهذه الطريقة هذه، فحشوم وعيب أننا نسوقوا المدينة ديالنا بهذه الطريقة هذه. حشوم وعيب أن يجي ضيف أو زائر وعلى الأقل على الأقل يلقى واحد المكان اللي كيشرف الساكنة ديال المدينة وكتشرف المدينة. فكما كنعرفوا مشاهدينا، فمدينة قريبكة بالضبط، فأغلبية ديال الساكنة ديالها كيعرفوا هاد المكان مزيان، كيعرفوا حق المعرفة لما لا. هما أغلبية ديال الناس اللي باغي يمشي للمدينة فضروري كيدوز على المكان، اللي باغي يمشي مثلا يتقدم من مرجان المركز التجاري مرجان فضروري خاصو يدوز على المكان، اللي كيبغي يمشي مثلا السوق نموذجي فضروري كيدوز على المكان ضروري. حنا كنعرف العطلة الآن العطلة المدرسية، فكيكون يجيو عندنا الزوار، فحشومة وعيب أننا نشوفوا المعلمة اللي كنفتخروا بها كمدينة خريبكة، وكيعرفوها ساكنة المغرب كامل من طنجة حتى للقويرة كيعرفوا معلمة المكانة. كتمشي لشي مدينة أخرى كتقول لهم مثلا أنا من مدينة خريبكة، فاك أول حاجة كيقولها لك هي المكانة. فحشومة وعيب أننا نشوفوا هاد الصورة اللي كتخدش الواجهة ديال المدينة، وكتخدش المعالم التاريخية ديال المدينة. كلنا عرفنا كيفاش كانت عليها المدينة واستبشرنا خير، كيفاش كانت المكانة من قبل واستبشرنا خير، أن من بعد شفناها قدروا لها هاد الإصلاحات اللي ولات زوينة، وحتى الشاشة اللي ولات شاشة إلكترونية، فاستبشرنا خير. ولكن كنجيو نشوفوا أن إلى درنا لها واحد الإصلاحات خاصنا نشوفوها، خاصنا نخليوها كواجهة للساكنة ديال مدينة خريبكة. اللي داخل واللي خارج من مدينة خريبكة خاصو يشوفها، ولكن للأسف فحال المدينة كيبين وكيوضح لينا، أو حال المكان كيوضح لينا حال المدينة. من هنا مشاهدينا من مدار المكانة بمدينة خريبكة كنبغي نقول الله يهدي الناس المسؤولين على هذه المدينة هذه. صراحة والله العظيم إلا كنتأسفوا وكنتحسروا فاش كنشوفوا المدينة في هذه الحالة هذه، لا بنية تحتية كتحمر الوجه بهذا المصطلح مشاهدينا، لا معالم تاريخية اللي مهلين فيهم. كنتسناو عاوتاني المطار ديال النافوره اللي كيعرفوها ناس خريبكة بالعصاره، فهي الان في الاصلاحات. كنتسناو نشوفوا باش غادي تخرج لينا. ومن هنا مشاهدينا كنقولوا للناس المسؤولين على الاقل على الاقل من عاد من الاناره في عده احياء، فنحاولوا اننا نشعلوا هذه المكانه خاصه في العطل وفي الويكاند مثلا في ايام العطل ديال اخر الاسبوع. فالناس كيبغيو يخرجوا كيبغيو ياخذوا صور تذكاريه، خاصه الضيوف اللي كيجيو كيبغيو ياخذوا صور تذكاريه. اذا من هنا مشاهدينا